صح صدق زمان لو التفت بعد طيت سمعت كبر شي شي الحين الدنيا بالموازنة اسف يا سلام نعم يلا حيه يلا حيه تحيه تحيه وتسلم الله يبيك سالم شلونك؟ الله يعافيك طيب طيبين ابوك بخير الحمد لله والربع طيبين الحمد لله الله خير ها كرشك حتى انت حتى انت الغاز ما هو ثابت يا شيخ في ذا الهواء يلطم تكافح انا وياه تعال ابو عاصم نبى قلبك لا انا بجلس هنا انت سبت حد انا نجلس معك لا لا بالله لا تجلس معي خليك محلك هنا ولا تعال انا بجيب لك طارق الطماط والبصل عشان تزين دجاج بس كيف يقولون نقفل المحل وهو والله العظيم كيف ناجح محل ناجح وراعيها مطوع انا لهتن غانم نعم مخير هذا شيء ما نرضاه جدا لا نرضاه شلون بنعيش بيخرب المزاج والله طول همشي حقه انا اقول عادي هذا اذا سكروه سلام لك ما تقفلون هذا اذا سكروه بتصدع بنصير مثل اللي يقول متلخبط احساسي ونفسي شاينه لو انتظرنا للمطر عقب العجاج ما يقدر المديون يقنع داينه الله الله يزينها على طلق الحجاج ولا الردي دايم وهي له زاينه نعم صح هذا بتلخبط يا ولدي اذا سكر المزاج لان خلاص الحين صرنا خرمل خلاص اي بعدين شاهي كرك وكرك ونعناع شباتي وسمبوسه طيبه وسمبوس التحويله خذها التوصيله ذيك خذها ابو ثقب للحين بيجيك يا رجال بيجيك مع الدلال ما شاء الله لا بيجيك اما هو رجال ايش يسوي عنده خبره هالرجال يرفع صوت التلفزيون ذا لا شاف التوجيه والراح ما عاد هو بعنده عرف انا التوجيه فيه وتوجه لك جاك ها أبرع اي والله انه صادق يقول الشيخ بياله شاهي هو اللي مزاجي يتعدل والنكهه ما تتبدل الله كيف وكيف يتقفل انا اكملها اجل كيف يتقفل سايب هول عايش شو هول خفيف النفس بالجبنة نعم الجبن ما بها دياي إلا بيجيب الحين الطماط والبصل وبنزينه ونشيل بالك الله يبيض كم عندي من حمود يا لبى قلبك يا لبى في اللوح كم عندي لا تقطع سالفة الرجال هذه كم؟ هذه واحدة الحين؟ إيه. ما شاء الله. يا ولد ما شاء الله عليه. ها؟ شوف. حار. سالفة بتنقال. هلا أبو مسر. هلا والله أبو مسر. سالفة بتنقال. هلا أبو مسر. نورنا. ياه ابني من الأدام هم شغالين. تاكلها يا رجال اللي قد كليت الشاورما لها خمسة أيام بالسيارة. وقفت على عيشتي ذي وقفت على عيشتي يا ابو مسفر انت برادني ان شاء الله تعال 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 الله يحييك يا مرحبا وش الكشخه هذه وين راح انت مشان ربي ولا قال خرج شاف ونعم انا بجيب كاسي وبصبك جيب كاسك خليك شاهي ولا حليب لا حليبه قابل الجمهور
هذا اللي فيه ربع. للواحد رسم قبل الجمهور، هذا دليل محبه بينه وبين الجمهور. اجل اجيب شماغي عشان ما اتهم باني ما احب الجمهور. لا يمكن انت طيح الميانه يعني. اي انا اي صادق يا اخي يبهرك بالله. لا هذا الواقع. الله قلبك فيصل البطل. والعلوم اخبار؟ والله العلوم زعانه كل شيء زين. يا ود ايش لكم حال الشباب؟ ركيزه من الركائز. الله يركزك في الجنه. ابو رحمه وحشر سلام و طارق نايف بن محمد ورفيقنا بعد معرفه التحيات كلهم سلمون عليكم. هذا ذا الحين جباتي جاهز يرفع عليك. والله ما عاد خلو شيء. والله 90% اللي في ذا الكافيهات هذا يا رجال. والله هذا جاهز. ايش والكرب اللي يسمونه ذا كرب كله زي كذا كرب من هو منه؟ والله ما ادري. يقول كرب ما ادري عاد هو كرب عربي ولا انا ما سألت معه. ايه بس ما ادري هو حسب ما قالوا ولا مره يقول انجليزي الأكلة إنجليزية ومرة يقول عربية. وأما إن كانت إنجليزية ما معي لغة صراحة عشان أكلها. أخذ وأعطي. يا سلام. ها حذف ترم ولا؟ لا. أنا والله أبو عواد يعني أشور عليك تأخذ صيفي. أخذ صيفي. كويس. وبس ما عديت منه حملت 3 مواد. قايل لك الدكتور ذاك لا لا تحضر عنده. لا لا تنزل عنده ماده. اعوذ بالله. اخذت مره صيفي على طاري الصيفي. قالوا فيه صيفي زائر بالرياض. قلت خلني اروح وبالحسه هي كلها تبع الجامعه نفس الجامعه ونفس التخصص واروح اخذ صيفي بالرياض. طبعا لك حقيه تحذف اول اسبوع بعدها ما تقدر. أول أسبوع دوام لأن الصيفي ضغط المحاضرات يعني المادة تأخذها مثلاً بشهر يعني معاك إلى 12 ساعة إلى 10 ساعات يعني مادتين 3 ساعات. أول دكتور حضر عنده الله يستر علينا وعليه طبعاً المواقف 3 كيلو مدري 4 كيلو توقف تأخذ حر قربي. أول ما دخلت متأخر دقيقتين يمكن شيخ فلاح يذكر جامعة الإمام. السلام عليك دكتور. طالع فيني كذا الدكتور السلام عليكم. طالع فيني انا ما ادري ايش السالفه انا جايهم زاير صيفي زاير. قال ما تفهم لا تشغلنا الله يعطيك العافيه قفل الباب واطلع برا. اوف صعد اوف هذه بدايتها رئيس التصعيد مره. وطبعا البشت على الكرسي عد وخرب. ايه واجه واحد وسلم عليه قلت يا ولد انا الدكتور هذا من؟ قال فلان. قلت انا والله جايكم ماخذ صيفي زاير ولا ادري وتاخرت ما ادري ايش الوضع اول يوم هذا لي. قال تبي راي انا باقي لي الماده هذه عنده واخذت صيفي عشان تخرج. نصيحه حاول انك تحذف الدكتور ذا. قلت يا ولد عدل بدل. قال مره. قلت ان حذفته 4 ساعات المادة وش بقى من يا عبيد أروح أترك أجلس عند أهلي أزيلي وأستفيد من الإجازة. قلت تدري مالي إلا كمل مالي إلا والله حذف أهج وحذف إيش اسمه إيه ولا إي والله وحذف الصيفي كامل وأخذ الأوراق وأرجع لجامعتي بالحسا. إيش عندك؟ قلت إيش عندي؟ ما ابي ادرس الصيفي ابى اروح للحفر. سلام عليكم. هذا خلاص. علمي خلاص احمر رجال وانا خلاص. ها نعم احنا وشو اقول الرياضي بيره دحم رجال في الجامعه مو بدلع نفسكم تاخر لي ساعه ساعتين تحسب نص ساعه لا جاي تشيك على الوضع احنا دقيقه يا حبيبي. انا درست اول ترم جامعه صفر زيرو اهمال الحين اهمال في ذكاء بس ما في اهمال ما في
ما فيه حضور، ما فيه حضور. نعم. نعم. أي جامعة؟ لكن الذكاء ملاحظين إحنا. الخارج. جامعة قطار. ست مواد. الخارج. لا حبايب الخارج. حبايب. أي على حسب الشكل والأخلاق. ست نزلت ست مواد. أبوي يحذرني. قال لك في الدراسة ولا من ذا الحين يا أخوي ريح عمرك ووظف. سلام. الله حي. قلت له إيش؟ الحمد لله. قدامك نيوتن يا أبو هاي. ولعبتي الجامعة. لعبتي. الله أنا لها. أنا لها. لا في واحد من شو اسمه ولا عم ابوي في الجامعه مدير مشتريات. تبونها مقمره ولا تبونها كذا ابو علمان؟ نكبه. انا والله مالي فيها. ترى دائما اذا كان زي المدرسه اللي فيها قريبك وش يصير المدير ذا؟ جبت حليب صافي صح؟ هو لكم ابوني؟ خلنا على كرك ما يرجع. كيفكم؟ خل ابدا انا. الزبدة كيفكم؟ انا ما في شيء. اسلم اسلم. خرج عليك يا ولد يا ولد يحاول فيني مره ما عليك. اشتري لي ذاك الموتر الجديد صني 19 رايح جاي رايح جاي رايح جاي. حط منبه المحاضره الساعه 8 يصحيني المنبه. غفوه. غفوه يا رجال. ما عليه حرمان ما هو باقي عليه مطول باقي حول 10. اول ترم ساقط في كل المواد الا الاسلاميه. والله يا رجال يدق علي ابوي ما علمته ساكت انا. من اللي علمه؟ واد عمه اللي في اللي قال نزلت الشهاده. قلت له ابوك يا رجال. قال لي هو اللي ساقط في كل المواد. يقدر شيء من الموقع ما يحتاج تعطيه شهاده يا ولد. والله العظيم انها اسحب المحاضرات. ها بتكمل عليك بادي ارقد هذه اول مره عليك زله خلصي اللي تلحقتها لي ثاني ترم حذف لين سنتين ونص. ما في نتيجه. خلاص ما في نتيجه. خلاص. بذلت السبب والباقي على الله. اي بالله. هو ترى بعضهم سبحان الله بعض الدكاتره يحببك في الجامعه. نعم. يعني خاصه اللي اول مره ومجتهد وحنا ما نعرف وش هو اول ما دخلنا الجامعه ما نعرف. يقولون لك ترى من اول مستوى خلاص تعرف وضعك تعرف معدلك نفس الرمح. هم لو علمونا ترى كذا غياب تراك بتحرم والمستوى الاول هو اللي عليه الكلام. غير انا اغلب الدكاتره والله في ناس واجد يطلعوا. انا دخلت جامعه الامام واخوي يقول وش وضعك في الدراسه؟ تفع عليك تعال يا سالم. تفع نفسي مطول. تفع عليك لان عندنا احنا ثمان مواد. لا لك اجي سجل سوي معي وتعين خير ان شاء الله. وتفع عليك اللي حطه في حمام زيت. وش فايده حمام زيت ذا؟ حمام زيت بس متنقل. طيب بعدين راح تروش. هذا حمام الزيت لا نحط الشامبو يكتم الشعر ويكتم الشامبو عشان يتكتل مع الشعر ويدخل في الشعر. اول الشامبو طال عمرك مكوناته لا علي مقدمة. أيوه. الشامبو مكوناته حمضيه والحمضيه طال عمرك تلعب في الشعر وتقصفه هذا خطا ليس بمغذي. الشامبو ليس بمغذي انما يحرق الشعر. شامبو يحرق الشعر. عنده اوكي ما عليه ذب مره ثانيه والله ما اضحك او تموت. بعدين تشخص يا ابو حلال شخص يا هذا كويس. تراك شغلتنا انت يا ولد. أخ 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 أخ
اي شيء الكتروني لعبت. كان المعهد العلمي وت... كان تبع جامعه الامام قبل لا ينضم دول سوي يا سلطان التعليم سلطان صعب. كانوا يعوضونه بايش؟ بمكافآت. المعهد يعطيك يعطيك مكافاه والله مد 315 بالشهر، بس ما يعطونك اياها شهريه، يجمعونها لك مثلا فصل كامل. الله يجزاهم خير. اي ويعطون. بس بس كان صعب للأمان. ايه كان صعب صعب. وكان اللي يتخرج من المعهد اولويه من الثانويات العامه بالجامعه. لو تتخرج معهد مثلا نسبتك 70. لو محمد الودعاني شو تسوي انت؟ احترك تناديني هذا ثياب ساعه بيها صبه تعال سرميك والله يمشون الجامعه اذكر انا الشافي لا فيها بس ابي المواقف اللي صارت كان فيها انا وخوي نفس التخصص احنا تخصص الدين جامعه الامام هو قاعه رقم 153 انا 54 زي جنبها طلعنا البريك حكم البريك يوم خلص البريك ونرجع الجامعة توني جديد يعني لي أسبوع يمكن المهم مسافر وياه ونطلع والبيبان تشابه والأمور المهم ونطلع وادخل القاعة يوم دخلت القاعة ولا يجينا دكتور أول مرة شايب وعرفت وما يشوف والتفت أنا خابر عندنا عندنا كان فيها فارقة بعثة عرفت الفارقة وأدورهم حسيت إن في شيء غلط المهم المهم يدخل ذا الدكتور اللي أقولك الشايب وشارك معه في المحاضرة اللي شد حيل المحاضرة اللي قبل كنا نتكلم عن يوسف عليه السلام وش كنا نقول في موضوع كذا وارفع فهمتي اسال اسئله انا عارفها بس ما اذكر انه شرح واول مره اشوفه عرفت وحطوه في البير ومعه اشارك انا بعدين حسيت فيه غلط هذا كيف الدرس اللي راح هذا ما اخذ الحل زين والتفت قلت وين الخوال ذول اللي الفارقه مو في ولا واحد من القاعة عارفه وأنا طالع بريك وجاي تقول لي هاجرت زين والله العظيم عرفت قلت يا أخي مو معقولة يعني من بريك أطلع من بريك وأرجع القاعة متغيرة الأمور متغيرة ما إيه وأجي قلت يا أخي بسألك قال قلت يا أخي وين اللي كانوا هنا قال كيف اللي أسأل اللي جنبي أنا قلت وين العيال وين ذاك قال ما فهمتك قلت ايش اقصد قلت يا اخي لا تستر شيء انا طلعت بريك رجعت ما انتم بنتم مو باخوياي قال انت اي مستوى قلت انا مستوى الاول قال حبيبي انت في الثامن احنا بالقاعة مستوى الثامن واطلع ايه سام تبي تجيبهم معاهم بطاطس ولا تجيبهم ساده اللي تبي لا لا ساده ساده ابشر الله يعافيك عطني ساده ولا تهون زين واطلع واطلع ابشر المدرس المدرس ما يشوف زين بلشت فيه المهم وشر يا مشيت ما هو بيمي مدرس الدكتور ما شايب ولا يشوف اقوم اضرب الباب والقى خوي يضحك قلت يا اخي قال يا اخي قلت قال احنا خطينا في الدور وكذا وجيت يقول جيت بعلمك واشوف قلت شعرك قلت ركب ركب الموجة وارجع للدكتور قال وراك متأخر قلت والله يا دكتور رجعت لقاعتي قال وراك متأخر قلت والله يا دكتور بغيت اتخرج انا قال وشون علم السالفة ويضحك لا انت قد دخلت جامعة الامام لا كانت من اجمل ايام اللي عشتها في حياتي الجامعة لا بس القاعات بر وطلعة وهذا من الجنوب وهذا من الشمال وهذا من الغرب وحتى من قطر كانوا يدرسون معنا اي صادق يا رجال كان معنا من المانيا اي عاد رياضي اي لكن احنا دين الخليج بس يا شيخ هنا عرفت يا ثلاثة واربع ايام بس ويتكلمون فصحى اشهره لان انا مسافر في حياتي في الخليج
وهم من الخارج وش حبه الخارج دوسري اثنين دواسر وواحد عجمي واحد هذا جبن ساده يبي فيس لا انت لا انت تبيها ساده وهي وشي لا عاد عاد تبيها مع جبن لا عاد عاد لا في واحده ثانيه لا بيها كذا بيها جبن مش ساده لا حقين الجامعة تشوف فيه بعثات فيه من ألمانيا إذا كان إيه ويدرسون سنتين لغة بعدين يدخلون تخصص بس فيه لغة والله أشوف لغة عربية إيه فصحى يوم جيت يسولف معك شنو أين أنت إيه؟ أين أنت إيه ولغة نريد أذكر كان عندنا شو اسمه اني رايح مقاطع عشان يصلح مخك هذا الحمول انا 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 رايح مقاط